وافق مجلس الشيوخ على تقرير إحدى اللجان المشتركة عن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصادها وصناعتها، كما أعلن المجلس عن تحويل طلبي مناقشة حول تعزيز صناعة التعهيد والاستفادة من هذه الصناعة للجنة المختصة لمناقشتهما ولإبداء الرأي فيهما. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال نظر مشروعات القوانين. على أجندة أعمال الجلسة ناقش المجلس تقرير إحدى اللجان المشتركة عن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصادها وصناعتها والمخاطر الناتجة عنها والتحديات والفرص المتعلقة بها، ليطرح النواب آراءهم بشأنها. الحقيقة الألعاب الإلكترونية هي مجال للتنافس الاقتصادي وفي نفس الوقت مجال للصراع الثقافي. في الحالتين مصر تقدر تحقق يعني نجاحات كبيرة وأرباح كبيرة. الألعاب الإلكترونية أحد مصادر الدخل القومي في البلاد الكبيرة. مصر دولة عظمى ثقافيا، ودي مش بقولها كنوع من المجاملة أو نوع من المبالغة. إحنا لو تكلمنا عن 10 دول، أهم 10 دول ثقافيا في العالم، مصر واحدة منهم، وبالتالي لا يليق بينا إن إحنا نخاف من أي وافد ثقافي جديد سواء ألعاب إلكترونية أو غيره. على العكس، مفترض ان احنا نغزو العالم بألعاب إلكترونية بتتكلم عن هويتنا، عن تاريخنا، بتدعم قوتنا الناعمة وهكذا. نريد صناعة تدر على مصر مليارات الدولارات. الحقيقة يعني انا بسأل الوزير ازاي الوزارة ممكن تتبنى اطفالنا في المدارس اللي تقدموا لمسابقات دولية مرة واثنين ومستمرين. يعني انا عندي حالة طفل الحقيقة يعني قدم لمسابقات في دبي وبعض الدول الاخرى في الذكاء الاصطناعي. وبعد مناقشات مطولة وافق المجلس على تقرير اللجنة كما ورد، واحاله للحكومة لاتخاذ اللازم بعد ضبطه. وخلال الجلسة ناقش المجلس طلبي مناقشة مقدمين من نائبين حول تعزيز صناعة التعهيد والبرمجيات، وآخر بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد، وفي مداخلة لها أثناء الجلسة حول صناعة تصدير الخدمات الرقمية أو التعهيد، أكدت الحكومة أنها عملت على نشر شبكة الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة والسعي لإنشاء منصة رقمية لإدراج كل المهنيين لدخول الدخل الدولاري إلى مصر بشكل مسيطر عليه وممنهج. وفي نهاية الجلسة أغلق باب المناقشة، وأعلن المجلس تحويل طلبي المناقشة للجنة المختصة لمناقشتهما وإبداء الرأي فيهما.